قولي لي ايه اكتر من كتر بقى الحكاوي والحكايات اللي بتشوفيها بقى من لحم ودم حواليكي، ايه اكتر المشاكل اللي بتواجهنا احنا كاشخاص وما بنقدرش ان احنا نتعامل معاها او نواجهها؟ اكتر مشكله ان احنا نواجه نفسنا بالحقيقه، ان احنا نكون صراحه مع نفسنا تماما. ده نقطه ومن اول السطر، احنا كده هنرجع ورا خالص، نبدا من اول وجديد كده على ميه بيضاء. الحقيقه هي اكتر حاجه ان احنا نقدر نواجه نفسنا بالحقيقه. الفكره كلها انك في الحكي في تكتشفي نفسك، فبتبتدي تبصي لنفسك. طب اديني بصراحه سر من اسرار اكتشاف النفس بشكل بسيط، يعني انا اكتشف نفسي ازاي؟ تكلميها كتير، تبتدي تتكلمي زي ما انا بتكلم مع حضرتك دلوقتي. اعيد حساباتي يعني مثلا، ارتب يومي، اعرف انا غلطت في ايه، نجحت النهارده في ايه، الحاجات ممكن. دي مثلا. بس هي الفكره دي كلها لما بتيجي تقوليها هتقوليها بالشكل اللي موجود عندك في معتقداتك القديمه. فممكن مثلا تكوني عامله حاجه غلط، او انت حاجه شايفه ان هي عايزه تتعدل، بس تقنعي نفسك بشكل او باخر ان هي لا بيس كويسه وانا ما غلطتش والموقف عدى ومفيش مشكله. يعني زي مثلا موقف المدير اللي انا حكيته لحضرتك، لو ما وقفتش مع نفسي وقلت لا انا غلطت وخسرت والولد كان وطريقه تعاملي كانت غلط، انا كان ممكن اقول لنفسي يستاهل. بالظبط، وفي ناس كتير مننا بتتملص من العقاب او بالظبط، عقاب نفسها، يعني ما بتقفش تواجه نفسها، احنا مش محتاجين نعاقب فالمواجهة نفسنا. مهمة. هي المواجهه كل ما هنالك، ان انا اقيم الموقف صح، اشوف التصرف ده صح، هو كان اللي انا عملته ده كان لائق وماشي ولا غير ماشي، كان المفروض ان ده الامثل في التصرف ولا لا. وانت اصلا صيدلانيه، يعني انت بعيده كل البعد، انت علميه جدا وبعيده كل البعد عن فكره الحكاوي بقى، ونقعد نفهم الناس مجتمعيا عامله ازاي وسيكولوجيا والحاجات دي، فازاي الاثنين مشوا مع بعض كده؟ والله هي دي باشن عندي من زمان جدا. يعني انا من قبل ما ادخل صيدله انا كان حلم حياتي ادخل ادب علم نفس، بس للاسف جبت مجموعه في الثانويه هو العامه. انتوا دايما كده بيبقى عندكم حلم تاني غير الصيدله وغير انا اموت واعرف مين دايما زقني يعني. مش عارفه ليه هو بندخل صيدله بمجموعه بقى، مجموعه الثانويه العامه بيفرق.